Šta je zapravo šiizam? U ovoj temi, drago braćo i čestite sestre, govore i govorili su pametniji i obrazovaniji. Ali ja želim da kratko izložim činjenice koje oni kriju, a što njih i tekako razlikuje od muslimana i od islama, onakvog kakav je dostavljen preko Džibrilije Mina Muhammedu Mustafi sallallahu alejhi ve sellem, pečatu svih Božjih poslanika. Pa tako ćemo naći da šije vjeruju da je kod same dostave objave Kur'ana melek Džibril na'udhu billah da je pogrešio i da je dostavio objavu Muhammedu a.s. greškom umjesto kako oni vjeruju Hazreti Ali radijallahu anhu. Pa tako ćemo naći da šije vjeruju da je kod same dostave objave Kur'ana melek Džibril na'udhu billah da je pogrešio i da je dostavio objavu Muhammedu a.s. greškom umjesto kako oni vjeruju Hazreti Ali radijallahu anhu. I da je dostavio objavu Muhammedu a.s. greškom umjesto kako oni vjeruju Hazreti Ali.
عنده رساله، فبدل ان ينزل على محمد، فبدل ان ينزل على علي رضي الله عنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. عند هذه النقطة حان وقت الانتصار للشيعة في هذه المسألة. نعم. من باب الإنصاف، وهذا يؤكد ضرورة أن الإنسان يكون منهجيته علمية في البحث. من القضايا التي، طبعا هذه القضية التي ذكرتها سمعتها أنا أيضا قبل أن أشرع في البحث، لكنها ليست لصيقة بالشيعة الاثنى عشرية الذين نتكلم عنهم، وإنما هي من طائفة اسمها الغرابية. هذه الطائفة تعتقد، طبعا سميت غرابية لأنهم كانوا يقولون، يدعون أن علي رضي الله عنه كان أشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام من الغراب بالغراب، حتى يعني حتى المثال مثال سيء جدا يعني. لكن هذه الطائفة قالت بأن بسبب هذا الشبه لما جاء جبريل عليه السلام بالرسالة إلى علي رضي الله عنه أخطأ بسبب الشبه وأعطاها لمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذه طائفة الغرابية طائفة انقرضت تقريبا. أما الشيعة الاثنى عشرية الذين نتكلم عنهم فهم يؤمنون بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي المستحق لهذه النبوة، وأن علي رضي الله عنه هو إمام معصوم ووصي للنبي عليه الصلاة والسلام. وليس سيدنا الإمام الحسن رضي الله عنه وضد سيدنا وإمامنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. المهم